لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام الصحفي الفلسطيني ماهر حجازي. مرحبا بك أستاذ ماهر. بعد انسحاب موظفي السلطة، حماس تقول إن قرار السلطة سحب موظفيها من رفح هو استكمال لفصل غزة. ما الذي ستستفيد منه السلطة في حال انفصال غزة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. ليس فقط هو الموقف الفلسطيني اليوم كان في قطاع غزة، بجملة الفصائل الفلسطينية كانت رافضة لهذا القرار الذي اتخذه محمود عباس الرئيس الفلسطيني المنتهي ولايته. هذا القرار يستهدف فيه محمود عباس، ودليل على أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة كبيرة من عدم المبالاة بمعاناة الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. هذا الموضوع، هذا القرار سحب الموظفين من معبر رفح، بابا جديدا من المعاناة سيضاف أو سيفتح من جديد على أهلنا وأبناء شعبنا داخل قطاع غزة. آلاف المرضى، آلاف الناس بحاجة للخروج والعلاج خارج قطاع غزة. للأسف اليوم السلطة الفلسطينية تتمادى أكثر في أكثر ولا تعير أي اهتمام لمصالح الشعب الفلسطيني. هذه عبارة عن سياسة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وهو أيضا أراه فعلا هو امتداد لما يسمى أو ما بات يعرف بصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية. اليوم ممارسات السلطة في الضفة تعمل وتتوازى مع ما يسمى بصفقة القرن التي تسعى إلى استهداف القضية الفلسطينية. للأسف السلطة الفلسطينية اليوم ذهبت بعيدا في خيانة دماء الشهداء وخيانة تضحيات شعبنا الفلسطيني. اليوم المطلوب هو حراك فلسطيني على مختلف المستويات الفلسطينية، على مستوى الفصائل الفلسطينية كما كان اليوم الموقف في قطاع غزة رافضة لهذا القرار. أيضا المستوى الشعبي الفلسطيني، الشعب الفلسطيني اليوم عليه أن يقول كلمته في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، عندما نرى فعلا هذه القيادة الفلسطينية التي لا تؤتمن على القضية الفلسطينية ولا تؤتمن على حقوق الشعب الفلسطيني. اليوم علينا أن نتحرك لرفع الحصانة عن هذه القيادة الفلسطينية التي تذهب بالقضية الفلسطينية إلى مناحي خطيرة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني جامع حول خيار وحدة وطنية فلسطينية، وأيضا رفع الشرعية عن هذه السلطة التي تقود كما قلت الشعب الفلسطيني إلى مناحي خطيرة جدا. حماس تقول إن سحب السلطة لموظفيها هو جزء من خطة تنفيذ صفقة القرن. ألم ترفض السلطة الصفقة؟ كيف إذن يستقيم حديث حماس عن انفصال غزة وتنفيذ صفقة القرن؟ للأسف ادعاءات السلطة بأنها تريد وتواجه ما يسمى بصفقة القرن لا يتماشى مع مواقف محمود عباس وهذه السلطة. لو أرادت فعلا السلطة توفيت الفرصة على ترامب وعلى صفقة القرن، عليها كانت أن تسرع إلى إنهاء الحصار وإلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، لا أن تزيد وأن تفرض المزيد من العقوبات. اليوم السلطة الفلسطينية بهذا الشكل هي أداة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، ويعني اليوم الاحتلال الإسرائيلي يتفرج على قطاع غزة، هو يحاصر قطاع غزة منذ 12 عام، ولكن السلطة اليوم تنوب عنه في مزيد من حصار أهلنا ومزيد من فرض العقوبات، خاصة في حتى للأسف عندما يصف محمود عباس خلال الاحتفال بذكرى انطلاقة حركة فتح، عندما يصف أهالي قطاع غزة والمقاومة في قطاع غزة بأنهم مجموعة من الجواسيس، للأسف هذا خطاب سياسي لا ينم عن عن وعي سياسي ولا عن هذا الشأن، أن هذا الرئيس المنتهي ولايته يمثل الشعب الفلسطيني. للأسف اليوم محمود عباس يجب أن يكون خارج القضية الفلسطينية، هذه السلطة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن القضية الفلسطينية وعن الجانب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن يكون هناك جهد فلسطيني اليوم شعبي فصائلي نخبوي لرفع الحصانة. ونحن فعلا اليوم سمعنا أن المجلس الشيعي الفلسطيني في قطاع غزة، المجلس الشيعي الفلسطيني كان هنا يدرس رفع الحصانة عن محمود عباس بحكم أن ولايته غير شرعية وقد انتهت ولاية هذا الرئيس، وبالتالي اليوم للأسف السلطة تضع نفسها في خندق واحد مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. هي تحارب الشعب الفلسطيني، هي لا تحارب حركة حماس وإنما تحارب الشعب الفلسطيني. في ظل عودة التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، إلى أي مدى ترى أن عملية اقتحام إذاعة فلسطين
كانت ربما تمهيدا لهدم جسور التواصل. يعني للأسف هذه الحملة الإعلامية بدأت منذ أن تحدث محمود عباس في هرجان انطلاقة حركة فتح في الضفة الغربية، عندما وصف أهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني والمقاومة هناك بأنهم مجموعة من الجواسيس، وبالتالي هنا بدأ التراشق الإعلامي. وأيضا هناك كان بيان قوي من حركة حماس، يعني وصف محمود عباس بأنه شخصية مهزومة، ولا يمت يعني ولا يمكن يكون هذا الرئيس أن يمثل الشعب الفلسطيني. من هنا بدأ التراشق الإعلامي. وفيما يتعلق بالاعتداء على مكتب قناة فلسطين في قطاع غزة، طبعا نحن كاعلاميين ندين لأي اعتداء على أي طاقم من طواقم الإعلام الفلسطيني، ولكن أثبتت التحقيقات التي نشرتها وزارة الداخلية في قطاع غزة أن من اقتحم مكتب قناة فلسطين في قطاع غزة هم مجموعة من الموظفين المحسوبين على حركة فتح، وأحد هذا هؤلاء هم يعمل أحد الطواقم الإعلامية في طاقم مكتب فلسطين في قطاع غزة، وهم يحتجون على قطع الرواتب. وبالتالي للأسف أيضا نحن نتابع يعني تلفزيون فلسطين، وللأسف هم لا يزالون حتى هذه اللحظة يروجون خطابات تحريضية على قطاع غزة وعلى سكان قطاع غزة، رغم أن الحقيقة أصبحت واضحة من الطرف الذي اعتدى على مكتب القناة في قطاع غزة. بالتالي للأسف اليوم نحن يعني أنا أجزم أنه وصلنا فعلا إلى طريق مسدود، بعد أن استبشر الشعب الفلسطيني في نهاية العام الماضي بتوقيع اتفاق جديد للمصالحة، للأسف اليوم السلطة الفلسطينية تغلق كل الأبواب أمام خيار الإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. للأسف هي اليوم كما قلت هي في خندق واحد مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. اليوم المطلوب من الجانب المصري صراحة أيضا أن يتحمل التزاماته تجاه بنود الاتفاق. طيب. والواضح اليوم من هو الذي انسحب من هذه اتفاق المصالحة المتمثل بالسلطة التي انسحبت من معبر رفح، وبالتالي هذا سيفاقم الوضع الإنساني على أهالي قطاع. قرار سحب الموظفين من المعبر وهذا التراشق الإعلامي الذي بدأته فتح، لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني للأسف في كل مرة يكون هناك دائما في كل أو بعد أي اتفاقيات يتم عقدها أو اتفاقيات توقع بين حركتي فتح وحماس، نلاحظ أن السلطة الفلسطينية لا تلتزم يعني بهذه الاتفاقيات. كان هناك حديث عن موضوع تمكين الحكومة في قطاع غزة، حركة حماس في القطاع ألغت اللجنة الإدارية التي كانت تدير قطاع غزة، لكن لم يكن هناك التزام من قبل السلطة. أيضا جاء موضوع محاولة اغتيال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة، هذه المحاولة أيضا التي كشفت التحقيقات أنها أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية هي التي أدارت هذه العملية. أيضا بالأمس كان هناك انسحاب أو اليوم كان هناك انسحاب للموظفين من معبر رفح. للأسف في يعني نلاحظ أن هذه السلطة لا تلتزم بأي اتفاقيات، لا تلتزم بأي مواثيق تم يعني التوقيع عليها، وبالتالي هي تريد أن تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة، تريد أن تنهي المقاومة في قطاع غزة، تريد فعلا أن تعمل على التمكين الذي يجري في الضفة الغربية والتنسيق الأمني في الضفة الغربية، وتريد فعلا أن تنقل هذه التجربة المخزية إلى قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أن شعبنا الفلسطيني اليوم في قطاع غزة يدرك تماما من هو الطرف الفلسطيني الذي يعيق المصالحة. واليوم أنا أكرر الدعوة أنه لابد أن يكون هناك من يتحمل المسؤولية الكاملة كشعب فلسطيني وفصائل فلسطينية ونخب فلسطينية، أن نتحمل المسؤولية لإنهاء هذه المرحلة التاريخية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. ولكن السلطة غير معنية صراحة، وتحديدا محمود عباس عليه أن يغادر الحياة الفلسطينية السياسية، لأنه لا يمثل اليوم الشعب الفلسطيني بل هو شخصية انفصالية تضر بمصالح الشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية. رئيس عباس وصف المصالحة الفلسطينية بأنها قد ماتت، إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا؟ أنا قلت فعلا اليوم نحن نتحدث عن أكثر من جولة من المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح، للأسف لم تتم ولا أي من هذه الاتفاقيات، وآخر اتفاق كان في نهاية العام الماضي في القاهرة حيث وقعت اتفاقيات. فعلا يعني وجود محمود عباس ووجود هذه القيادة الفلسطينية سوء الصراحة لا يمكن أن يتحقق إنهاء الانقسام الفلسطيني. اليوم حركة فتح والسلطة بين الضفة وقطاع غزة أيضا تعاني، يعني هناك حديث عن عقوبات بحق أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح في قطاع غزة الذين رفضوا أن يكون هناك يعني رفضوا أن يقيموا احتفال داخل احتفال بانطلاقة حركة فتح
داخل قطاع غزه، هناك تصريحات من القيادات في حركه فتح بالضفه ان السلطه ستفرض عقوبات ضد هؤلاء اعضاء اللجنه المركزيه في حركه فتح في قطاع غزه الذين رفضوا ان يكون هناك فتنه او رفضوا الانصياع لقرارات حركه فتح او السلطه في الضفه الغربيه حتى لا يحدث اي شرخ داخل قطاع غزه. اليوم القرار الفلسطيني كان واضحا داخل قطاع غزه من خلال متابعاتنا الاعلاميه انه يعني هناك رفض كامل لهذه الخطوات التصعيديه من قبل محمود عباس. يعني يوم محمود عباس لا يحارب كما قلت حركه حماس او الفصائل، انما هو يحارب الشعب الفلسطيني في قطاع غزه ويستمر في حصار هذا الشعب، والخاسر الاكبر اليوم هو شعبنا الفلسطيني الذي في قطاع غزه الذي يعاني الويلات، ازمه اقتصاديه، ازمه انسانيه، تعليميه، صحيه على كافه المستويات. الجانب المصري ابلغ ابلغ يعني الجهات في قطاع غزه بحسب وسائل الاعلام ان يوم غدا الثلاثاء سيفتح المعبر باتجاه واحد وهو دخول اهالي قطاع غزه الموجودين في مصر الى قطاع غزه، وبالتالي اليوم يعني هذه مرحله ستفتح من جديد معاناه سيعيشها ابناء شعبنا وهم من سيدفعون الضريبه الاكبر. من امستردام مع الصحفي الفلسطيني ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك.